قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية بالمدفعية وبشكل مكثف مركز سيتي ماكس التجاري في مدينة الحديدة. وقالت مصادر محلية أن الميليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس، والذي أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل. وأضافت المصادر أن المركز التجاري كان يحتوي على بضائع تجارية تقدر بمليارات الريالات، وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت عددا من منازل المدنيين بقذائف الهاون وبشكل عشوائي في مديرية التحيتة، وسقطت القذائف على عدد من المنازل ما تسبب بتدميرها بشكل كلي وألحق أضرارا مختلفة بمنازل أخرى. وكاد القصف الحوثي الهمجي أن يتسبب بإنهاء حياة أسرة بالكامل بعدما قصف الحوثيون منزل الأسرة عقب نزوحها من المنزل بساعة واحدة. وفي السياق ذاته، أسفر القصف الحوثي بقذائف الهاون والمدفعية عن تدمير وتضرر عدد من المنازل ومحتوياتها بأضرار جسيمة في الأحياء الشعبية بمديرية حيس، كما تسبب القصف الحوثي بحالة من الذعر بين أوساط المواطنين العزل من نساء وأطفال. وسجلت جرائم استهداف الحوثيين للأحياء الشعبية السكنية ومنازل المواطنين ودور العبادة والأسواق العامة في الحديدة خلال الفترة الماضية سقوط عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين وتشريد العائلات من منازلها. تقدمت قوات ألوية العمالقة جنوب مدينة الصالح السكنية في الحديدة لإطباق الحصار على القناصة من مسلحي ميليشيا الحوثية المتمركزة فيها، وتمكنت ألوية العمالقة من تطويق وحصار مئات القناصة الحوثيين الذين يعتلون أسطح المباني السكنية في المدينة ويستهدفون الأحياء السكنية منها. وواصلت ألوية العمالقة تقدمها من حي 7 يوليو باتجاه وسط المدينة لتحريرها وتطهيرها من سيطرة مسلحي ميليشيا الحوثي وتأمينها بعد طردهم منها. عثرت قوات الجيش الوطني على لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قرب الممر الدولي غربي محافظة حجة. وكانت الميليشيا الانقلابية زرعت اللغم في وقت سابق غرب جزيرة بكلان في مياه البحر الأحمر. وفجرت قوات التشكيل البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة اللغم بمساعدة خبراء من تحالف دعم الشرعية بعد نقله إلى خورميدي. وتواصل وحدة التشكيل البحري عملياتها الاعتيادية في تمشيط سواحل محافظة حجة والجزر التابعة لها لتأمينها من الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتمثل تهديدا لخط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. أكد التحالف العربي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل منع دخول السفن إلى ميناء الحديدة. وأوضح التحالف أن عددا من السفن تم تجديد تصريحها أكثر من مرة، ولا تزال ميليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ السفن. وأضاف أن ميناء الحديدة ما زال خاليا من السفن منذ أسبوع، وأن 5 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة والصليف، ومدة الانتظار تصل إلى شهر. وكشف تحالف دعم الشرعية عن إصدار 29 تصريح جوي و11 تصريحا بحريا و3 تصاريح برية و136 تصريح لحماية القوافل، بإجمالي 179 تصريح خلال 72 ساعة.